ورونا هاد الناس ما خلينا ما درنا دينا تاع الناس بين جمعوا ريوسنا ما خلاوناش مشينا بين نبيعوا المنتج ما خلاوناش مشينا بين نديروا ديالنا ما خلاوناش لا اله الا الله تخرنا في هاد البلاد اللي درتي وحلتي معاهم ولا لا اله الا الله الكره على الماضي لا صافي راه كنا باش تمشي تلعب بلادنا الطاكسيات تا هما تاع 10 دراهم فانت تجيب 10 دراهم فين تجيب لما تفاليتي على حلاله طيبه كتجيب حرام كيقول لك لا تخدم على راسك فين نخدم فين تمشي فين ما مشيتي كيرجعوا فين ما مشيتي كيقول لك اودي ما عندكش لاكارت عندك الصوابق راه بلاد ما عندهم ما يدير راه كل واحد لا يلاه كل واحد بوفرا كاملنا مغاربه ولا لا الله الله يخلينا اصحابي فكر سيدي راه حدونا والله العظيم والله مرقوب غالي وهاد الناس حدونا حنا مكملين في هاد البلاد هادو خدر على شحنا في هاد التقسيط هادو والله العظيم والله المرقوب غالي و10 دراهم البلاصه و راك هاد الناس راه قهرونا حنا مكملين في هاد البلاد هادو تضرب معنا شي حل في هاد البلاد هادي راه تقهرنا في هاد البلاد واحد قرب لا اله الا الله خدم معنا شي حل وغادي ندير شي حاجه مع موسى لا اله حنا لا صابرين حنا قتولي يقتلوا فينا هاد الناس هادي الله العظيم بالله خلي اخويا الكرا وخلي الصير وخلي لا اله الا الله حنا كنموتوا النار على النار تضرب معنا شي حل هاد الناس هادي راه كنموتوا النار على النار انا كنبدا في الناس كنطالب ارجعهم رجعوا لينا الطاكسيات كما الثمن اللي كانوا قبل حيت صراحه ما مناسبناش داك الثمن نهائيا كنظلو نتسناو في الطوبيس وبيت تجمع بزاف ديال بنادم يعني كنطلب انهم يرجعوا لينا نفس الثمن اللي كان قبل. إيه اختي حنا راه متضررين من هذا الشيء حنا راه كنخلصوا دوبل ديال الطاكسي بجائحه كورونا وكان الدوله اللي غادي تكلف بهذا الشيء الدعم هذا مول الطاكسي هذا داك النقص اللي عنده لان شكون اللي تيستعمل الطاكسي غادي يستعملوها الناس اللي هما بوبريا اللي عندهم واحد الدخل ادنى دخل اللي عنده وكاين كاع اللي ما عنده دخل كاع بحال النموذج ديالي انا وتقرفصنا كاع حتى وصلنا كاع لواحد المرحله باش غنتشردوا كاع في هذه البلاد هذه هذا الشيء اللي عندي يا اختي لا اله الا الله نشوفوا من المسؤولين يشوفوا اللي واحد الالتفاته من هاد الناس البوبريا اللي يستعملوا هاد الوسائل كاين تحط طاكسيات هنا المركوبة غالي وما كاينش طاكسيات ما كيطلعوا لينا ولكن كنترفسوا بزاف واحد الله بالليل السلام عليكم اختي راه الناس اختي دم كرفسين الناس حط طاكسيات وهادي واثمينا اختي تحط طاكسيات مكرفسين وهادي والاثمينا اختي راه مطلع لنا في الاثمينا وخاصك تبقى تتسنى شحال باش يلاه تمشي وهادي شحال من حاجه وحده